بسم الله
نَالَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً مَا لَكُمْ وَبِنِعْمَةٍ
rahmatillahi ani'budullaha falillahi hujjatul balighatu aqsatu Allahi huwa min indillahi tallahi laqad arsalna وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ya jim sukun fatah yaj zai ya alif lam lam tasydid kasrah zil lam fatah mad la ha alif lam sukun dhamma hul mim ta tasydid dhamma mut ta fatah ta qaf ya sukun kasrah qi nun fatah na ya jazillahul muttaqina Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأنجيناه وأهله إلا امرأته ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم كفى به شهيدا بيني وبينكم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
ضَلَالٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بسم الله الرحمن الرحيم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ولئن أذقناه نعما أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم وإن تصبهم سيئة يضيروا بموسى إن الكافرين كانوا عدوا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بألف من الملائكة مردفين إن
ضعيفاً ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن وأنجينا موسى ومن معه أجمعين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم مساكنكم
أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمْ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ آذانهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار وما ظلمهم الله ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون.